لا، ثم أما بعد، اليوم بفضل الله ومنته علينا وعليكم ومن خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة التي نودع بها شهر شعبان، نستقبل رمضان في الجمعة المقبلة بإذن الله جل وعلا. يكون الحديث فيها عن مصارف الزكاة وكيفية استقبال رمضان بالطاعات وصلة الأرحام والبر. من خلال هذه أو هذا العنوان نعيش بإذن الله جل وعلا آخر نفحات وآخر جمعة من شهر شعبان. الأحبة في الله، الإسلام عرفنا أنه له فرائض خمسة أو أركان خمسة أو بني على خمسة أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأحد أركان هذه أو أحد أركان الإسلام الخمسة هي فريضة الزكاة، والزكاة هي النماء والطهر والزيادة، وهي ما يخرجه العبد من ماله إلى الفقراء أو إلى مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها رب العزة جل وعلا. كما قال الإمام علي رضوان الله عليه: لو أن كل غني أخرج زكاة ماله لم نجد فقير على وجه الأرض، ولما جاع فقير، فكلما بخل غني جاع فقراء، وكلما أخرج غني شبع فقراء، فالفقير ما جاع فقير إلا ببخل غني. هكذا أيها الأحبة في الله، لأن الله جل وعلا عندما فرض الزكاة على العباد من قبل أن يوجد العباد جعل هناك أغنياء وفقراء، وزكاة الأغنياء تعادل فقر الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاة ماله ما كان هناك فقير على وجه الأرض. لذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والعاملين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى عندنا ثمن مصارف للزكاة: إنما الزكاة أو إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والسائلين وابن السبيل. يبقى عندنا ثمن مصارف: والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى عندنا ثمن مصارف للزكاة. الثمن مصارف دول لا يجوز أن نخرج الزكاة إلا لهذه المصارف. الفقير هو الذي لا يطوف على الأبواب ويمكث في بيته حتى تأتيه الصدقة. الفقير بيبقى في حاله، بيجيله الرجل الغني لحد بيته، بيديله الصدقة بتاعته، بياخدها بيصرفها، خلاص ده الفقير. المسكين هو الذي يطوف على الأبواب، اللي هو بيقف في الشارع، اللي هو بيروح يخبط الأبواب، اللي هو بيطلب الصدقة منك، ده يسمى المسكين. يبقى الفقير هو الذي لا يطوف، والمسكين هو الذي يطوف. العاملين عليها هم الذين يقومون بجمع الزكاة. المؤلفة قلوبهم كانوا يعطوا حتى تؤلف قلوبهم بالإسلام ويدخلون الإسلام. وفي الرقاب اللي هم عتق الرقاب، نعتق الرقاب من خلال الزكاة. وطبعا عتق الرقاب النهاردة مش موجود، يبقى فيه غارمين. يبقى الغارمين دول اللي هم مستدنين في الحق أو ليس في معصية، اللي هو الناس اللي عليهم ديون
أو محبوسين بسبب ديون معينة أو بسبب أشياء ليس فيها معصية، فدول اللي هم الغارمين. وطبعا احنا النهاردة ياريت كل واحد فينا يدور على واحد مسجون أو واحدة مسجونة بسبب فلوس ويسدد لها الدين بتاعها. يعني أكم من الغارمين والغارمات في السجون استدانوا بسبب واحدة بتجهز لابنها أو لبنتها، راجل بيجهز لبنته وما يستطعش ان هو يسدد، صاحب المحل واخد عليه شيك على بياض كتب فيه المبلغ اللي هو عايزه بدون مراعاة لله سبحانه وتعالى وبدون خوف من ربنا، اتسجن بسبب كده او اتسجنت بسبب كده. فده ندور على اخواننا دول. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يبقى وصلنا لحد شيء معين. طيب ايه اللي يلي ذلك؟ طب في سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله النهارده كله اصبح ما عندناش غير الجيش، هو ده سبيل الله، ان احنا نسلح جيشنا وشرطتنا بما يليق ببلدنا. يبقى سبيل الله النهارده اصبح تسليح الجيش والشرطه، انك تساهم في اي شيء عشان تسلح بلدك وتسلح جيشك وشرطتك حتى نقف بهم امام الاعداء. وفي سبيل الله وابن السبيل اللي هو ابن الطريق، اللي هو حتى وان كان غني الانسان اللي هو قطع به الطريق واصبح ضالا للطريق او اصبح غريبا عن اهله في مكان منقطع، ده يسمى ابن السبيل او ابن الطريق. ده نديله وان كان غني قطعت به السبل ودخل مكان وما معهوش فلوس يرجع لبلده او الفلوس اللي معاه مش هتقضيه، نديله من زكاة المال. ده بالنسبة للمصارف التمنية. يبقى المؤلفة قلوبهم اللي هم حاليا دلوقتي مش موجودين، لان انت بتألف القلوب علشان يدخلوا في الاسلام، طب هم مش موجودين دلوقتي. يبقى لو اذا راينا منهم نشجع واحد عاوزين يدخله المسجد، واحده عاوزين نخليها تصلي، شاب صغير كده عاوزين يدخله مثلا نخليه يصلي يدخل يتلقى الدروس يتلقى العلم يحفظ القران، ممكن انت تدفع له فلوس الحفظ بتاع القران، ممكن تشجعه على دخول المسجد بهدايا بلبس باي شيء، انك تشجعه انه يدخل المسجد ويصلي، انك تشجع الاولاد ان هم يحفظوا قران، اديهم في هدايا واديهم واديهم، بحيث انت بتؤلف قلوبهم لطاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا هنا كذا شق نطلع فيه الزكاه، ولكن اعلاهم قدر الفقير والمسكين. وطبعا النهارده كلنا عارفين باني كما سئل عبد الله بن عمر وبعض الصحابة من هو الغني؟ قال من يملك عشاه أو غداؤه. شفتوا بقى الغني مين؟ اللي بيملك الغداء بتاعه أو العشاء ده يبقى غني، سبحان الله العظيم. اللي ما بيملكش غداه ولا عشاه فقير أو مسكين. طب احنا النهارده بنملك غدا وعشاء ولمدة 10 سنين لقدام وأكثر كمان، سبحان الله العظيم. يبقى أصبحت كلنا أغنياء، ويكفيك غنى إن ربنا مديلك جسد بتجب به قدام ربنا، بتؤدي به كل اللي أنت عايزه، مديلك عينين تشوف بيها، مفيش أغنى من كده. لو معاك ملايين عشان ترجع عين واحدة من عينيك، الملايين ملهاش لازمة، يبقى أنت أغنى إنسان في الدنيا. مين أغنى منك أنت النهاردة؟ ما فيش حد أغنى منك. لو صباع من صوابعك دول وقف هتصرف عليه ملايين ومش هيشتغل تاني. شوف بقى صباعك ده يساوي كام مليون. شوف بقى لو إني فتحة الشرج بتاعتك ما اشتغلتش هتصرف كام مليار ولا كام مليون. شوف أنت بتمتلك كام مليون في جسمك بس. عد الملايين بتاعتك اللي ربنا اداها لك، شوف تساوي كام انت النهارده. تخيل لو انت فقدت حاسه
السمك الاذن دي فقدت الحاسه بتاعتها، ما بتسمعش، بتصرف قد ايه عشان تسمع؟ لو صرفت، لو واحد معاه فلوس وغني هيسفروا بره وهنا 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 عشان خاطر يسمع ويدفع بالملايين. طب ده انت ربنا اداك اذن بتسمع من غير ما تدفع ولا مليم، التاني بيصرف ملايين واطرب زي ما اطرش زي ما هو ما بيسمعش. فشوف انت اغنى واحد في الدنيا، بص الواحد ما بيتكلمش وانت بتتكلم. تخيل لو ابكم ولا يعني اخرس كده حب يصرف عشان يتكلم، يقدر؟ هو ربنا خلقه كده وانت ربنا اداك الكلام. شوف انت غني قد ايه، مش لازم الغنى يبقى غنى المال يا اخوانا، كلنا بنبص على الغنى انه غنى مال. انت اغنى انسان في الدنيا، ولذلك لو حمدت ربنا على النعم دي، ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي يعني شوف اشكر ربنا على كل لحظة تعدي منك وانت بصحتك وقوتك، اشكر ربنا على ان انت بتحرك ايديك ورجليك وعينيك بتشوف وبتسمع بودنك، اشكر ربنا ان انت بتاكل اللقمة بتتهضم في بطنك ومصرينك شغالة زي الفل، اشكر ربنا ان انت بتشرب المية بتقدر تبلع المية، في غيرك بيحطوا له المية ما بيقدرش يبلعها. انت النهارده ربنا تاخد الكوبايه بتحطها على بوقك بتشرب وبتبلع الميه وبتصرف الميه من المكان المعتاد من تصريف الماء، في غيرك بالميه بتصرفها من مكان تاني. انت اغنى انسان، بس لو حمدت ربنا على اللي ربنا مديهولك اللي ربنا عطيهولك، ده اللي احنا بنتكلم النهارده عليه. مش لازم الغني ده اللي معاه فلوس يركنها، طب اركن الفلوس بتاعتك هتنفعك بكرة وبعده لما يحصل لك شيء؟ أبدا. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما طلعتش حق الفقير. طب الفقير اللي انت ما طلعتش حقه ده لو خده كان صرف على نفسه وعالج نفسه من المرض الفلاني، انت حجزت عنه انه يصرف على نفسه ويصحى. طب ما ممكن المرض اللي عنده بسبب ان انت ما اديتوش يجي لك انت المرض ده، لانه هو محتاج عشان لحاجة يصرف من خلالها عشان يصحى، انت بخلت عنها، طب هيجي لك انت نفس المرض. هي كده سبحان الله. ما هل كما تدين تدان، الفقير ده محتاج النهاردة ان هو يبقى ليه مأوى وسكن يقعد فيه، عاوز يدوس على الكبس كده ينور لندا زيك، عاوز يفتح الحنفية تنزل له شوية مية نظيفة زيك. انت منعته من شربة الماء دي، انت منعته ان هو يعيش في نور، انت منعته ان هو يستر بناته. طب انت محتاج، انت عاوز ايه كمان؟ عاوز يبقى عندك انت مروي يوم الظمأ؟ عاوز الناس كلهم يبقوا في امن وانت تبقى زيهم في امن؟ لا يمكن. ما هو انت منعت عن الفقير النور، انت منعت عن الفقير اللقمة اللي عاوزها، منعته انه يستر عياله وانت عاوز تتستر، عاوز تشبع؟ ده انت لو اكلت الاكل اللي في الدنيا ده كله مش هتشبع، وربنا مش هيشبعك ابدا، ولو شربت ماء نهر مش هتروى، ان انت منعت فقير انه يرتوي انه يشرب زيك. ما هو داخل علينا شهر رمضان، لما يدخل علينا رمضان وكلنا امل في ربنا ان هو يتقبل مننا رمضان، يبقى نعمل الاعمال الطيبه، يبقى نشوف الناس دي، يبقى نسعى على الارمله، على المحتاج، على الست الغارمه اللي في السجن دي، على الناس اللي هم مش لاقيين يشربوا شويه ميه نظيفه، وانت ما بتشربش غير الميه المعدنيه. انا اعرف ناس ما بيشربوش الميه بتاعت الحنفيات دي خالص،
دي بتاعت الفقراء بس، انما هم كراتين ميه معدنيه في البيوت عندهم، ما بيشرب الشاي بيعملوا من الماء، ما فيش غير بس شويه الهدوم يغسلوهم من الحنفيه وخلاص على كده، انما كل حياتهم على الميه المعدنيه. والفقير الغلبان منعت ان تركب له شويه ميه يشربهم. طب هتقابل رمضان ازاي؟ يعني هتدخل على شهر تصوم رمضان ازاي؟ هتصوم رمضان ازاي وغيرك جعان؟ هتصوم رمضان ازاي وغيرك عريان؟ ازاي؟ ما كل واحد زي ما بتفكر في نفسك وبتجيب يميش وبتجيب معرفش وبتدفع بالالافات وبتكون في البيت رز وسمن وزيت ومش همك اي، وجبت يعني بمبالغ طائله علشان خاطر شهر رمضان. طب الفقير عمل ايه؟ بصيت للفقير. طب جبت للفقير كيلو رز جنب الكيلو بتاعك حتى من الرخيص؟ طب انت جبت سمن؟ طب جبت للفقير حتى جزاز الزيت؟ سألت في روحك بس، في عيالك بس، مليت المطبخ وخلاص، وعاوز تستكبر رمضان وغيرك جعان؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائعا. اللي بيبيت جاره جعان وهو شبعان، ازاي؟ ازاي يبقى في تكافل وحب بيننا وبين بعض؟ ما هو ليه النهارده الفقير بيحقد على الغني؟ لانه كل حقه، كلت حق الفقير، بيحقد عليك وبيكرهك. انما لو ايدك ممدوده ليه باستمرار يشيل جزمتك فوق دماغه، يوم ما تشاور له بس يجي يجري عليك يخدمك بعينيه، لانك بتركب العربيه جنبك يا سيدي، بتوكله من اكلك، بتلبسه من لبسك، زي ما بتجيب لاولادك بتجيب لاولاده، زي ما يعني سبحان الله. صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ياكلون مع عبيدهم او مع الخدم بتوعهم، كان بياكل يحط ايده في ايد تعالى كل معايا، ايده في ايد الخدام اللي عنده. انت النهارده الاكل اللي بيفيض منك بتديه للخدام او للبواب او للفقير. ما انت اكلت فرخه ودي له فرخه من اللي انت اكلتها يا اخي، انما هو ينتظر البواقي بتاعتك انت عشان توديها له، وتقول لك بدل ما تترمي في الزباله اديهم لفلان. سبحان الله، سبحان الله. هو برضه نفس زيك برضه، ما هو برضه ربنا خلقك من نفس المكان اللي نزلت منه، نزل منه هو، من نفس النطفه هو برضه. ولقد كرمنا بني ادم، ربنا كرم الكل. ولذا يقول المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه لما سئل عن خير الناس وانفع الناس، قال خير الناس انفعهم للناس، وخير الاعمال ان تدخل السرور على مسلم او تقضي له دينا او تفرج عنه كربة او تسد له جوعا. ولئن امشي في حاجة مع اخي خير لي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه او ولو شاء انفذه ولم ينفذه ملأ الله قلبه رضا وأمنا يوم القيامة. شوفوا الإنسان مننا إذا بص لنفسه وبص لغيره يحمد ربنا. خير الناس أنفعهم للناس. عاوز تشوف نفسك أنت فين من الناس، شوف أنت بتنفع الناس بيه، شوف انت في وظيفتك دي بتخدم الناس ولا بتستعبد الناس، بتاكل حق الناس ولا بتدي للناس حقوقها، فاتح الدرج بتاعك للحرام ولا قافل الدرج بتاعك طاعة لله. شوف انت بتعمل ايه في شغلك، قطعت عيش كم واحد، شردت كم واحد،
كام واحدة أو كام واحد عياله اتلطموا بسببك أنت، بناته اتعروا بسببك أنت، فصلت كام واحد من الشغل، ارتكبت كام بلوة مع الناس اللي معاك في الشغل، وجحت زمايلك لك كام مرة، رحت للمدير واتكلمت في ظهر اخوانك كام مرة. بص لنفسك، يبقى هنا افضل الناس انفعهم للناس. مشيت في الخير كام مرة، شفت جيرانك كام مرة، صلحت اتنين متخاصمين كام مرة، وقفت بين ربنا في نص الليل تدعي له وتصلي له ركعتين كم مرة؟ ما احنا عاوزين نستقبل موسم الطاعات ونعيش صوم رمضان واحنا قلوبنا دي هي مليانة بالخير للكل. مش معقول هنستقبل رمضان وقلوبنا مليانة بالحقد والكره للناس. مش معقول هنصوم رمضان واحنا اصلا بنفطر على الغيبة والنميمة وكره الناس. مش معقول هنصوم رمضان وما نصومش عن الحرام. مش معقول هنصوم رمضان وبيوتنا مليانة بالحرام. لازم نصف ونطهر نفسنا. لازم نصوم رمضان واحنا بينا وبين ربنا عمار. لازم قبل ما يدخل علينا رمضان تكون قلوبنا دي صافية. لازم. خير الأعمال أن تدخل السرور على مسلم، إنك تخلى أخوك في فرح، إنك قبل ما يجي عليك رمضان تكسيه. ده لسه واحد كاسي بيت كامل، بيت كامل كسيه، الأرملة وولادها وبناتها كساهم واحد نزل جاب لهم الهدوم بتاعتهم. يا فرحة البيت كله ده وهم لابسين جديد، بنت في ثانوية وولد في وبنت في ابتدائي وبنت في اعدادي وولد يعني وست أرملة، وكل عيل يروح له شنطة كده هو في ايده هدوم جديدة بالشيء الفلاني، يقول لك اللي بيلبسوا مني ولادي لازم دول يلبسوا منه، اللي بلبس بناتي منهم لازم البنت اليتيمة دي تلبس منه، اللي بلبس مراتي منه لازم الأرملة دي تلبس زي ما مراتي بتلبس. ده اللي بيخاف من ربنا، ده اللي بيراعي حقوق الناس، ده اللي عاوز ربنا يرضى عنه ويتقبل منه صيامه ويتقبل عمله. قال زي انا ما لبست الولد ده يلبس، ابني مش احسن منه، ابني لقي ابوه معاه فلوس، ما ممكن يا ابني يبقى مكانه هو. شوفوا الناس اللي بتخاف من ربنا، والله فرحة الأولاد والزوجة واللبس داخل عليهم يوم عيد، يوم عيد، لأنهم عمرهم ما شافوا هدوم زي دي. فين إحنا؟ إحنا فين من الناس دي؟ إحنا فكرنا في نفسنا بس. سرور تدخله على أخوك إنك تخلي قلبه مبتهج وفرحان، إنه لما يشوفك في الشارع يحب على إيدك، إن لما يشوف ابنك شايل حاجة في الشارع يجري عليها يشيلها مكان ابنك، إن لما يشوف بنتك في أي زنجة يرمي روحه عليها عشان يطلعها من الزنجة اللي هي فيها. فين أنت؟ فين الفقير؟ وأن تسد عنه دينه، عليه دين. مش سألت على واحد فقير مرة دينك كام ورحت سددته من وراه من غير ما يعرف؟ سألت على واحد مديون ورحت سددت الدين بتاعه؟ مين فينا عمل كده؟ مين فينا راح لواحد مديون وسدد له دينه من غير ما يعرف؟ مين؟ ليه بنعمل في بعض كده؟ ليه كل واحد مش سأل غير في نفسه بس؟ أو تطرد له جوعا تديله ياكل. ده قالك اديله ياكل، النبي عليه الصلاة والسلام قالك اديله ياكل بس، ما طلبش منك اكتر من انك تديله ياكل. فرج همه، فرج كربه، من فرج كرب عن اخيه فرج الله عنه بها كربا من كرب يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه.
ده يوم الفضيحة. استر النهاردة عشان ربنا يسترك بكرة. فرج عنه همه النهاردة عشان ربنا يفرج عنك همك وانت في الجبر، وانت في المكان اللي كل من ظلمة، اللي هيقفلوا عليك باب الجبر ويسيبوك ويمشوا. الملايين اللي جمعتها دي مش هتنفعك، لكن لو انفقتها في سبيل الله هتنور لك قبرك. اوعى تفكر ان ده مش هتلاقيه عند ربنا، اوعى. الصدقة دي اول حاجة الانسان هيطالب بيها اذا سئل الانسان بعد موته ماذا تطلب من ربك، يقول ارجعني يا ربي حتى اتصدق. رب ارجعون، ارجعني يا رب، عاوز ايه؟ لان رجعت هتعمل ايه؟ لا اتصدقن. الحاجة الوحيدة اللي تطلبها من ربنا تقول لك لو رجعت تعمل ايه للدنيا؟ قال يقول له هتصدق. طب ما انت النهاردة عايش اهو، طلع الصدقة، نستقبل رمضان بصلة الارحام، نستقبل رمضان ببر الوالدين، بالسؤال عن الجار، انفعهم للناس. ولن امشي مع اخي في حاجة له خير لي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا في مسجد رسول الله. الافضل انك تمشي مع اخوك تفك له زنجته او ضيقته، او تمشي معاه في حاجته وتخدمه فيها، افضل من انك تعتكف في مسجد رسول الله شهر. شوف قضاء حوائج العباد، قضاء حوائج الناس. يا اخي لما واحد يقول لك والنبي تعالى معايا، والله مش معايا عشان نقضي الموضوع ده مع بعض، وانت ممكن تخلص له الحكايه دي، حاضر خلصها له. انما والله يا سعاده الباشا احنا عاوزين نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، مش في دماغه. هو انا لجأت لك ليه؟ انا لجأت لك ليه؟ ده انت تحمد ربنا ان واحد لجأ لك. تبوس ايدك وش وظهر ان واحد بدك انت عن غيرك وقال لك قضي لي مصلحتي. ده انت اللي محتاج له مش هو اللي محتاج لك. ده انت اللي محتاج له عشان تاخد حسنات. هو محتاج لك للدنيا لكن انت محتاج له للآخرة. احمد ربنا ان اختارك عن سائر الناس وسألك عن ان انت تقدر الحكاية دي. تحمد ربنا ان ربنا حطك في المكانة دي. تحمد ربنا ان ربنا جعلك نصير للناس دي. ودعوا الله في السر وانتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. من كف غضبه ستر الله عورته. يا سلام على اللي بيبقى غضبان من واحد وعلى شويه لو مسكه كده يموت وما يخليش في حاجه ويكتم ويكف عنه وما يأذيش. ده عمل في ولادي، قال ده قال وقال وعاد في بنتي، ده راح وجيه وما سابنيش، ده اللي عمله فيا ما يعملوش واحد كذا في كذا، ده شو بيقول عليا ايه؟ وانت بتكتم في نفسك وانت بتكف اذاك وانت في ايديك ان انت تعمل كل حاجه، انما انت بتقول سبت ربنا وافوض امري الى الله. افوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكوى عظيمة. ده اللي بيقول لواحد فيه في اللي بيقول في واحد حسبنا الله ونعم الوكيل ويسمعها منه وما يحبش على ايده ويقول له سامحني، ده رفع قضيته. رفع قضيته لمين؟ لربنا. هتقف تقدر تقف قدام ربنا؟ طيب رفع قضيته من الارض الى رب السماء وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. خلاص رفعت قضيتك لربنا، للناصر، للحق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. تيجي دعوة المظلوم مفيش حجاب هيحجبها عن ربنا، هتصعد لربنا على طول.
حسبنا الله ونعم الوكيل، ما هي السهلة. معنى ذلك ان ده خلاص كل سبل الارض انتهت بالنسبة له ورفع شكوته لربنا. حاسب، اوعى تسمعها من واحد يقولها لك وتسيبه. اجري عليه وحب على ايده ورجله وقول له سامحني في الدنيا قبل ما يجي اليوم اللي تندم وتقول كبريائي وداني جهنم، سلطتي ومكانتي ودوني جهنم. لا، يبقى هنا من كتم غيظ، من كف غضبه ستر الله عورته. لان ممكن ده الغضب بتاعه يفضح غيره، ممكن يعمل اي حاجه في غيره، انما كتمه في نفسه وسكت، كف الغضب بتاعه عن الناس، ربنا هيستر عورته. ومن كظم غيظا ولو شاء ان ينفذه انفذه، اللي بيكتم غيظه بقى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اوعى واحد ينرفزك وتطلع عن شعورك وتحاسبه حساب عسير. اصفح عنه النهارده لعل وعسى بكره ربنا يصفح عنك، لعل وعسى يجي قدام ربنا وربنا يطلب منه يقول له سامحه ويسامحك. ما انت ما تعرفش انت ماشي صح ولا غلط، ما انت ما تعرفش اللي بتعمله ده في ميزان حسناتك ولا سيئاتك. لا، اوعى سلطتك تغرك، اوعى مالك يغرك، اوعى مكانتك تغرك. اوعى بص لنفسك. الكبرياء ردائي والعظ الكبرياء ازاري والعظمة ردائي، ازاري وردائي، فمن نازعني فيهما قصمته. كبرياء ردائي والعظمة ازاري. حاسب، انت نزلت منين؟ اولك نطفة مذرة واخرتك جيفة قذرة وتحمل ما بين هاتين العذرة. حاسب انت في النهاية ايه؟ ما هو احد الملوك قال لهم لما اموت طلعوا ايديا من الكفن وروهم ان انا ما خدتش معايا حاجة. ملك لما اموت طلعوا ايديا من الكفن عشان الناس تعرف ان انا ما خدتش معايا حاجة، لا سلطة نفعت ولا جاه ولا مال ولا عيال ولا اي شيء خالص. استقبلوا رمضان بقلوب مفتحة للطاعة، بقلوب مليانة بالحب للناس، بقلوب كلها رضا عن الناس، بقلوب محبة للناس. استقبلوا رمضان بصلة الأرحام، بالبر، بحب الناس. اطردوا من قلوبكم الدنيا، شيلوا السواد اللي ملى القلوب وعمروها بالإيمان، ونرجع لربنا كلنا، لأن كلنا محتاجين لحسنة. لسان الميزان ممكن يقف على حسنة، يديها لك فقير محتاج، تديها لك أرملة بدعوة، تديها لك بنت يتيمة تكسيها لله، يديها لك فقير بلقمة أطعمتها له، يديها لك مسكين بشربة مية زقتها له. استقبلوا رمضان وقلوبكم كلها أمل في ربنا، إن ربنا يسامحنا على اللي فات ويقبلنا في اللي جاي. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وقض عنا ديوننا. اللهم بلغنا رمضان واكتبنا عندك من الطائعين المقبولين في رمضان، واكتبنا عندك من الذين نظرت لهم في أول ليلة من رمضان فغفرت لهم ذنوبهم وآثامهم يا رب العالمين، واكتبنا عندك من الذين رضيت عنهم في الدنيا وفي الدين. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
واعتدل يرحمني ويرحمكم الله، واسأل الله جل في علاه أن يحافظ على جيشنا وشرطتنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.